والآن إلى جولة حول العالم، والبداية من المغرب، وإلى خبر اكتسح وسائل الإعلام المغربية والعربية عن هستيريا جماعية أصابت تلميذات في مدرسة، حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب تسجيلا مصورا يظهر إصابة تلميذات بمؤسسة تعليمية في مدينة الدار البيضاء بنوبات من الصراخ الهستيرية. وتظهر تسجيلات الفتيات وهن ممددات على الأرض ويصرخن بصوت عال، وقد دخلن في نوبة بكاء لم تتوقف رغم تدخل أساتذة المؤسسة التعليمية. واختلفت وجهات النظر عبر مواقع التواصل، فمنهم من رجح أن التلميذات تناولن مخدرا يطلق عليه اسم الفلاكا والذي يغيب من يتعاطاه عن الواقع تماما، ومن جهة أخرى رجح بعض الناشطين عبر مواقع التواصل أن ما حصل مع التلميذات له علاقة بالسحر والشعوذة. تستعد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لإرسال فريق في الفضاء مهمته البحث عن حياة أخرى خارج الأرض، وستكون مهمة الفريق الإجابة عن السؤال: هل نحن وحدنا في هذا الكون؟ ويشرف على هذا المشروع مركز اكتشاف علوم الحياة الذي تم تشكيله حديثا في وقت تقول فيه وكالة ناسا إن العلم سيقدم قريبا إجابة قاطعة عما إذا كان هناك كائنات غير البشر في كواكب أخرى. وسيعمل خبراء من داخل ناسا جنبا إلى جنب مع أشخاص خارج وكالة الفضاء من أجل تتبع أي علامات تشير إلى وجود كائنات أخرى في هذا الكون الفسيح. احتشد أكثر من 2700 شخص في بلدة ألمانية، وقد دهنوا وجوههم باللون الأزرق وارتدوا ملابس بيضاء وزرقاء ليحطموا الرقم القياسي لأكبر تجمع لشخصيات السنافر الكرتونية في العالم. وتنكر المشاركون على هيئة أشهر الشخصيات في عالم السنافر الخيالي مثل بابا سنفور وسنفورة وغيرها من الشخصيات المحببة، ولكن غاب عن الاحتفال شرشبيل وهرهور. اقترب مصور فوتوغرافي لمسافة خطيرة تصل إلى قرابة متر ونصف المتر من قرش أبيض كبير، بينما ترك الكاميرا الخاصة به تتدلى في المياه أمام قفص لأسماك القرش في جنوب أستراليا. وتمكن الغواص المتخصص لوك ثوم من تصوير القرش في اللحظة التي اقترب فيها منه. وتظهر الصور المذهلة القرش البالغ طوله 4 أمتار و90 سنتيمترا، وهو يبرز من الماء ويسبح ليتحقق من الكاميرا الخاصة بالمصور التي كانت تتدلى في المياه. ابتكر باحثون في لندن جيلا جديدا من نظارات الواقع الافتراضي، وما يميز النظارات الجديدة أن بإمكان المستخدم تغيير ألوان الواقع وأماكن الأثاث وألوانه وأيضا تصاميم المنزل، إضافة إلى التحكم بشكل ولون السيارة الراغب في شرائها. ويعتقد الباحثون أن هذا الجيل الجديد من النظارات سيكون مفيدا جدا للمهندسين المعماريين. يضيء سماء سوتشي الروسية أكبر وألمع نجم خلال العام، والمعروف باسم سوبر سنو مون أو القمر الخارق. هذا المشهد هو الثاني من 3 تظهر في الأشهر 3 الأولى من السنة بعد قمر الذئب الدموي في 21 من يناير كانون الثاني الماضي. وصف استطلاع أجري عام 2001 وينستون تشرشل
بأعظم بريطاني على مر العصور، لأنه أبرز القادة السياسيين البريطانيين على الساحة السياسية خلال حروب القرن العشرين، وهو رئيس الوزراء الوحيد الذي حصل على جائزة نوبل في الأدب بحسب الاستطلاع. إلا أن تشرشل عاد إلى الواجهة من جديد، هذه المرة ليس بصفته فارسا ورجل خير بل كشرير، وصف أطلقه عليه جون ماكنويل عضو البرلمان ومستشار حكومة الظل في المملكة المتحدة. ورد النائب حفيد تشرشل لصحيفة ديلي تيليغراف: بصراحة إنه شيء أحمق وغبي جدا مثل هذا القول، بالتأكيد قال ذلك لكسب الدعاية. زينت آلاف الطائرات من دون طيار سماء مدينة هايكو الصينية في مهرجان المصابيح، وشكلت الطائرات الملونة مجسمات ثلاثية الأبعاد في سماء المدينة. والفكرة هي ابتكار شركة إيهانغ التي دخلت مجموعة جينيس عام 2018 بأطول رحلة لطائرات من دون طيار في العالم. نبقى في مهرجان المصابيح ولكن بنسخته التايوانية التقليدية، حيث شارك فيه الآلاف من أنحاء البلاد من خلال إطلاق المصابيح التقليدية إلى سماء منطقة بينغشي. وطبعا المهرجان أصله صيني قبل 2000 سنة وله أشكال متعددة، حيث تلقى بعض المصابيح في المياه أو يكتفى بعرضها، ويشتهر هذا المهرجان أيضا في كل من كوريا واليابان. يجتمع عشرات الأتراك من هواة التحف القديمة والأنتيكات 3 مرات أسبوعيا للظفر بمقتنيات ثمينة وبأسعار زهيدة عبر مزادات تقام في حي بلط وسط اسطنبول التاريخية. وفي محال بيع الأنتيكات التي تقيم تلك المزادات تباع صنوف مختلفة من المقتنيات القديمة والنادرة، بعضها استخدم إبان الدولة العثمانية، ولكل منها حكاية تصل الماضي بالحاضر. ويتميز هذا النوع من المزادات العلنية التي تقام في هذا الحي القديم بأسعار منخفضة جدا، لذلك فإن عشرات الزبائن يقصدون المكان من أجل شراء مقتنيات الزينة والتحف لبيوتهم.